على صعيد آخر، أعلنت القوات المسلحة العراقية قرب تحرير قضاة العفر بنينوى بالكامل بعد إحراز تقدمات كبيرة ضد مسلح تنظيم داعش الإرهابي. كما اقتحمت القوات العراقية الحي العسكري شمال شرق تل العفر في إطار عملياتها العسكرية التي دخلت أسبوعها الأول لاستعادة من قبضة داعش. وقال بيان لخلية الإعلام الحربي إن القوات الأمنية والحشد الشعبي اقتحما الحي العسكري بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش. وكانت الخلية قد أعلنت في بيان لها عن نتائج عمليات تل العفر.